السلام عليكم وأهلا بكم في شرح جديد من شروحات الآيفون على موقعكم مشروح. في هذه الحلقة إن شاء الله أشرح لكم كيفية الحصول على ميزة أو ما يعرف بالـ Always On وأيضا ما يعرف بالـ Stand Night. كما تشاهد معي الآن، بمجرد ربط الشاحن في الليل مثلا عندما تترك الهاتف من أجل الشحن ليلا، فتظهر معك هذه الشاشة فيها الساعة بالإضافة إلى التاريخ، تاريخ اليوم طبعا. وكل ما عليك فعله أولا هو تحميل هذا التطبيق من الرابط أسفل الفيديو. هذا التطبيق حاليا مجاني، لكن إذا أصبح مدفوعا ففقط أخبروني وإن شاء الله أضيف لكم تطبيق بديل ويكون أيضا مجانيا. هو إلى حدود تسجيل هذه الحلقة فكما قلت مجاني. بعد ذلك نذهب إلى خانة البحث ونبحث عن شورت كات أو الاختصارات، ثم نذهب إلى قسم الأوتوميشن، ثم بلاس أو نضغط على الزائد، نضغط على Create Personal Automation، ثم ننزل إلى الأسفل ونختار هذا الخيار Charger، وتأكد من اختيار Is Connected. بعدها نضغط على Next، ثم نضغط هنا في أيقونة البحث ونختار Script. بعدها Open Up، ثم نضغط عليها من أجل اختيار تطبيقنا، نفس التطبيق كما تشاهد Clock Plus. الآن نضغط مجددا على Next، ثم هذا الخيار نقوم بتعطيله Ask Before Running حتى لا يسألنا، نضغط على Don't Ask ثم Done. الآن انتهينا. لاحظ عند ربط الشاحن بالليل مثلا عندما تقوم بوضع الهاتف من أجل الشحن، فتظهر معك هذه الشاشة الجميلة جدا فيها التوقيت بالإضافة إلى تاريخ اليوم. إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد استفدت منها. لا تنسى لايك ثم الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. دمتم في أمان الله.